سن ولام و سن ماسیام ما حیسام و حیسات متقبل التلفزيون اریتریا من لندات لیکو گل یوم 4 جولای سنت کل الف و اسرا و حتی سنبت عبای دولی الحال اخبار کر رگل کم کسلف ارس اخبار يوم 4 جولاي دي مراكز كل كل اسمرا باغا فوس لابوراتوري 14 مواد دي كورونا فايروس ركب دي بوم ابدا حيات كارتات مديره حل حلب 8 مليون نافا اياده ورا ودات بنيا تتدار الدوائح ترى ابني مديره الدبارواز زلام زحايف كسار اجريت اتقبلت فيليبينس طياره عسكريه واتكات و45 نفر موتوا ديبا صلح هشام طالبان ات افغانستان مثل داش حكومات حرب لا تلالي اترحيبا كانت دولة قبرص ندسات كسر اقدام وما السبب من ارس اخبار دي بتفاصيله سلف لكن عبره يوم 4 جولاي دي مراكز كل كل اسمرا اقلي مغب بغب افحوصات لابراتوري عصر 4 مواطنين كورونا فيروس كم سل تركبا دي يوم تاكدام اللي كنا دي بحلا لفيروس اند تركبا دي بوم دي بس بداليات اقلي مغب مراعيات غب غلوم لاسان حت 4 وكلوت مواطن اند حيا وسك مساك بوم سور حام هلو اباساس اللي عام علب نايلا اب كورونا فيروس لا تصبطوا مواطنين اسكل يوم 6088 باس حلا من اللوم 5717 اندحيو و10 سمان اندحيو لا صارحو اسرا و5 لا موتو و354 هي اسكل دي بس بداليات حن مراعية عافية لهلوتوم وزارة عافية 4 جولاي سنة كل الف و10 وحتى إدارة دوائح كارتسات مديرية حل حل 8 مليون نافا لا كلفايا عيادة وروضة بنايا لب 7.4 مليون نافا لا تبنيت عيادة لا تفناتا كدمات للحيب 14 كففل 95 برميل لا تثبت باسكت ماي و 8 مسترحات لا تشمل ديب قبي اقل سكان 7 قريت مديريات حلحل كم سلوهما قواريها نقل لح لايا دقاقيت مديريات اسمات وخبرو كدمات تايب الليت يوم كلا جولاي اتا قبقت منا يوم كلا جولاي دي بقبت مناسبة مدحرات حاكم اقليم عن سبا سفير عبدالله موسى اتا لاسمعي كلمة مات كم كام دقاقيت اساس عبوت سبت قبقا فنطورام لح لو سكان اتا كدمات اساس بنوي دي بالحلا باكات اقلت كم كموت لاكام مسؤول عيادة نرس صالح أبو بكر هي إلا كافيام حكايم وآلات عندك تلها ليت عيادة من إلا أمبوتتا كدمات قدم وحق وليدكم سلهما في الديت طيب تهيبكم سله ليت أكدام لعيادة أقسام فحوس حمايم وعمسي أوليت راديت مسكب حراسات فرمشية في الديت وبعد لا شمل كففلكم سل بديبا وديب مستقبل ما عمسي للتاكا يديبو أوروت مبنى وإقل لابراتورو لقب كففل بعد إقل تبنى إقل كمسلتو نير السالح حبرا سكان ابن كروم قدم إلا قدمات عافية تقل لركبو أسك إدارة دوايح ملوبسو عصر سمان كيلومتر بقروم إقل لهيرو لتجبرو كمسل علو ديب شرحو أزا لكن إفدل إلا ديب قبط دقيهم بنيت إقلوم لهليت إيادة ديب عافيتو من قبي وفنتو هي دي بعافية أمات وجنيت تكير شافكم سرق بو أكدو بعد انكر كل اوت فصل و اوروت مكتب لبا 700 الف نقفلة كلفت رودة اندت بنيت بحمسة وسس درساي ودرسيت كدمات تعليم انبتتكم سلهليت من ادارة دوائح لا تركبت حبري تأكد ات مديرية بارنتو وراتات دريس وادرسوت اقل عدقاب مجتمع للأشارك ساقم ترود اقل لقبا دي بيوم حتى جولاي دي بلقاء اجتماع مطفاق عديد قدما اتا مدراء تعليم انفار ادارة واسب شركة لشاركو ديبو اجتماع قيمام تقارير نايلات سرقل اشكال ديب لتقدم لا صادفة متاكل هدك كمسل قبا ديبو ومحاجز آلات قلت بالح معايا الأساس جهد قلق با كمسل وجبت شرحا
مسؤول مكتب وزارة التعليم دي مديرية بارنتو ممهر داويد كلالة دي بالا قدمي تقرير التم مديرية من روضة تسكى على الدرجة للا درسة سلاسة وسمان مدرسة كمسلهما أسر أوروت مركز تعليم قلعبي وأربع مركز عريوت كمسل حلا مسلة حلفة سنين لتردي بحلا هي بقاعة درسة اقل وقالوت ازيما ساقم ترود كم سلات حزي حبرا ديب دنقوبة مسؤول فرع وزارة التعليم اقليم قاش بركة سيد محمد علي ابراهيم دي بلا اسمع كلمة بدرجة اقليم ابكا تعليم ركبة لإيه لو درسة ديب تعليم اقل لتعقلو ومدرسين ديب بقاعة علم اقل لأتركزو تفانا ات مديرية دباروة إدارة دوائح ترى أمني ات يوم 3 جولاي حقو أزهر إقل كلا ساعة لزلمة زهايف وبرد لتحابر يا زلام ديب ممتلكات ورزق عيشي دمار سببت إباساس حبر مكتب داحية ترى أمني زينغوتات ناي حمس كففل ومخازن مدرسة مأمبتايت ومقبايت درجة ترى أمني والوال كمسل نسيو ديب ممتلكات دمار عباي كمسل جريت عسروتات عجاي عباي كمسل ناقلا وديب مركز شتيل ترى أمني دمار بقل كمسل جريت ما لا كبر بتوسا كفهما مبل اللي ما ديب عد قولا حمس بيت زينغوهن اب والوال كمسل قلا سبع مطور جرادين كمسل دفنو وكل ايه رأس من حاكم سلت ما يتايات امرا ديب تاخيتا هي زينغوتاتنا عصر حمس بيت والوال نسو ديب هلا سلس مطور كمسل دفنو خطوط كهربات كمسل باتكا وعجي عبي كمسل وادكا لا كبر بتوساك والدحلا حيسان وحيسات ما تقبلتنا حكول ما تعديت بأخبار كاريج أخبار كاريج فلبين يوم 4 جولاي ديب قبلتا إنكر فلبينس حتى طيارة عسكرية تصبت واتكات زياد 45 نفر كمسل موتو ديبا وسائل إعلام من دولة أكبريا لا طيارة ديب قبط جو فلبينس ديب انتا من خط سفرة حقولة فقرت كمسل واتكات قيادة ديش فلبينس حبورام هلو حقولة بقوت وديك اتا ساوكلوت نفر سعنت لعلت طيارة للعيت اسات لا كسر كمسل أزيد التامة لا قيادة بتوساك كودام هلو التحلفة ورح جون أوروت هيليكوبتر عسكرية فلبينس اندواتكا سبت دوششة اتقبطوا العلو سس نفر كلهم كمسل موتو لا أكد تقرير إلا بقوت وديك طيارات تلوليت التدولت شقلات كالكات كمسل هليت لتهدق سلح حشم طالبان قبلت أفغانستان مثل ديش حكومة لعد التا ودي لحل حرب أقاليم بزوح حنت مراقبتو كمسل آتات حبرا لسل حشم التل وقت قونا حتى سلسيت من كل أراضي أفغانستان صابت كمسل حلاما لتشرح لا اللي كنا ديب حلا بزحام أساكر أفغانستان بسبب الحرب أسك قواريهم لاتا دولة تاجاكستان سوكو كمسل هلو قيادات طالبان لحبرو كمسل هلو وقيادة ديش أفغانستان ما إبل هيرار حرب طالبان كمسل أعترفو لوسائل إعلام بتوساك ودحات اللي اتعد لترى الحلا تطورات عسكرية حديث اللي بسبب لاواش إدي قوات كاريد لا تصنحتي مسكوبة تقل لكي لما كمسل قدر ما تقبلت ومحللين سياسة لأكدو إقل زياد أسرة سنة دي بأفغانستان لعسكرة ديش حلف نيتو من نعد فقر التلحلا وكد فنج حكومة أفغانستان وطالبان مفاهمات سلام قلق با كمسل قدر اتل شرح تانهتو لمن سنة كل ألف وحتى اتعد لا قبقى متاتاي عسكري إرهابيين اقل بزحو أردت كمسل عطفحة ديب قدية أفغانستان للتحصرو أمرام سياسة شرح لو اتفايح كانت دولة قبرس كانت لحلا ندئسات كسار ديب اراوح الدام وممتلكات اجروي كمسل حلا تأمرا بسبب لا اسك الله قاسن و
أفوان بسبب لا أسكر لا قاسن وإسكوب لي هلا ندسات زياد أربع نفر كم سلموتو سب سلطات لا دولت ديب شرحو سان حاملو بزحام عددهم لقي تامرا أنفار مكرايوم قويت سبت الليت علب نايلا أري لا قبقو من اللي والعال إقلي زيد كم سلقدر لتقيمم بسبب لنا دي أبيات سكن بزوح ودبع دمور كم سلحلا غريك وإسرائيل لابتن دول هي مقسنة سات لا تن تيارات أسك لباكات لإكات كم سلحلا يا متامرا سبب نايلا ند سبب نايلا ند لتبع لتباحث من محلا التل حين قونا التباكات تتري لحليت حفانة دقبت لا سببتو قلقبا كمسل قدر لكن وقم كمسل هلا اللي ساتات هي حقو سنة 1947 ديب كوبرس منك عنصا ندلت كيلما كمسلتو لتهدق اتبزحات دول اوروبا حفانة دقبت لا سببتا بقوت ند تتري كمسل هليت تقارير من نباكات لهي لأكد حيسام بتقبلتنا أخبار أقل حلف يوم أخبار أرس أخبار قد قم قلكم يوم 4 جولاي دي مراكز كل كل أسمراء بقى فحوصات 14 مواطنين كورونا فيروس تركب ديبهم الداحية كارتسات مديرية حلحل بثمان مليون نافة مدرسة وإيادة بنايا إدارة دوائح ترى أمني بديرية دبار وزلام زحايف كسار أجريت من أخبار كارجة إتقبلت فليبينس طيارة عسكرية واتكات وأربع خمس نفر موتوا ديبا سلح حشم طالبان ديب أفغانستان مثل ديش حكومة حرب لا تلالح لا إترحيب دوارات دولة قبرص ندقسات كسار أدام ومال سبب كا حيسام وحيسات ما تقبلتنا قل الله سعدولي للأخبار التلاتة ما مسيت كيرو بركة تسلطة